الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم حكايات شعرية والذي نستمر فيه معكم بتناول بعض من الحكايات الأدبية والأشعار التي يحفل بها تراثنا الأدبي دخل كثير ابن عبد الرحمن على عزة فقالت ما ينبغي أن نأذن لك في الجلوس قال ولم ذلك قالت لأني رأيت الأحوص ألين جانبا عند القوافي منك في شعره وأضرع خدا للنساء وإنه الذي يقول يا أيها اللائم فيها لأصرمها أكثرت لو كان يغني عنك إكثار أقصر فلست مطاعا إذ وشيت بها لا القلب سال ولا في حبها عار ويعجبني قوله أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتكم ما درت حيث أدور وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لا بد أن سيزور لقد منعت معروفها أم جعفر وإني إلى معروفها لفقير ويعجبني قوله كم دني لها قد صرت أتبعه ولو صح القلب عنها كان لي تبعا لا أستطيع نزوعا في محبتها أو يصنع الحب بي فوق الذي صنعا أدعو إلى هجرها قلبي فيتبعني حتى إذا قلت هذا صادق نزعا وزادني رغبة في الحب أن منعت أشهى إلى المر من دنياه ما منعا وقوله اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا وما العيش الا ما تلذ وتشتهي والا ما فيه ذو الشنان وفندا واني لاهواها واهوى لقاءها كما يشتهي الصاد الشراب المبردا فقال لها كثير والله لقد اجاد فما استجفيت من قولي قالت فذلك قولك وكنت إذا ما جئت أجللنا مجلسي وأظهرنا مني هيبة لا تجهما يحاذرن مني غيرة قد عرفنها قديما فما يضحكن إلا تبسما تراهن إلا أن يؤدين نظرة بمؤخر عين أو يقلبن معصما وقولك وددت وبيت الله أنك بكرة هجان وأني مصعب ثم نهرب كلانا به عر فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تعدي واجرب نكون لذي المال الكثير مغفل فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب اذا ما وردنا منهلا صاح اهله علينا فما ننفك ننفى ونضرب ويحك لقد اردت في الشنعاء وما وجدت امنيه اوطا من هذه فخرج من عندها خجلا تمر على بعض الناس اعزائي المشاهدين احوال يضيق عليهم بها العيش فيتالمون ويحزنون ويتمنون مفارقه هذه الحياه وهذا ما حدث لابي محمد المهلبي الذي كان قبل تعلقه بحبل السلطان سائحا في الارض على طريق الفقر والتصوف قال ابو علي الصوفي كنت معه في بعض اوقاته وماشيه في بعض طرقاته فضجر لضيق الحال فقال ألا موت يباع فاشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن روح حر تصدق بالوفاة على اخيه، قال فاشتريت له رطل لحم وطبخته له ثم تصرف بنا الدهر وبلغ المهلبي مبلغه، قال ابو علي فاجتزت البصره واجتزت باسلمان فاذا انا بناشطيات وحراقات وزرياب وطيارات في عدة فقلت لمن هذا فقيل للوزير أبي محمد المهلبي فنعت لي صاحبي فتوصلت إليه حتى رأيته فكتبت رقعة واحتلت حتى دخلت فسلمت وجلست حتى إذا خل المجلس رفعت إليه الرقعة وفيها ألاقل للوزير بلا احتشامي مقال مذكر ما قد نسيه اتذكر ان تقول لضيق عيشنا لا موت يباع فاشتريه فنظر الي وقال نعم ونهض وانهضني معه في مجلس انسه وجعل يذكر لي كيف توافت حاله وقدم الطعام فاطعمنا واقبل ثلاثه من الغلمان على راس احدهم ثلاث بدر ومع اخر تخوت وثياب رفيعه ومع آخر طيب وبخور وأقبلت بغلة رائعة بسرج ثقيل فقال لي يا أبا علي تفضل بقبول هذه ولا تتأخر عن حاجة تعرض لك فشكرته وانصرفت فلما هممت بالخروج من الباب استردني وأنشدني بديها رق الزمان لفاقتي ورثى لطول تحرقي فأنا لني ما أرتجي وأجار مما أتقي فلا أغفرن له القديم من الذنوب السبق إلا جنايته لما فعل المشيب بمفرقي إخوة الكرام لكل شاعر محبون ومؤيدون وكذلك له مناوئون يبحثون عن زلاته وبين هؤلاء وأولئك يكون شيء من الجدل والنقاش اللطيف فعن عمرو بن بحر الجاحظ قال كان كلثوم العتابي يضع من قدر أبي نواس فقال له راوية أبي نواس يوما كيف تضع من قدره وهو الذي يقول إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي نثني وفوق الذي نثني وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني قال العتابي هذه سرقة قال له وممن؟ قال من أبي ذهب للجمحي حيث قال وإذ يقال لبعضهم نعم الفتى فابن المغيرة ذلك النعم عقم النساء فلا يجئن بمثله إن النساء بمثله عقموا قال فقد أحسن في قوله فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرء في السقم قال سرقه أيضا قال له ممن قال من شوسة الفقعسي قال حيث يقول ماذا قال حيث يقول إذا ما السقيم حل عنها وكاءها تصدع فيه برؤها وتصوبا وإن خالطت منه الحشا خلت أنه على سالف الأيام لم يبق موصبا قال فقد أحسن قوله فما خلقت إلا لبذر أكفهم وأقدامهم إلا لأعواد من بري قال وقد سرقه أيضا قال ممن قال من مروان بن أبي حفصة قال من أي قوله قال من قوله وما خلقت إلا لبذر أكفهم وألسنهم إلا لتحبير منطقي فيوما يبارون الرياح سماحة ويوما لبذر المخاطب المتشدقي وللأعشاء أبيات لطيفة سمعه كسرى ينشدها فكان له تعليق جميل عليها فقد كان الأعشاء يفد على ملوك فارس ولذلك كثرت الفارسية في شعره كقوله فلا أشربن ثمانيا وثمانيا وثمان عشرة واثنتين وأربعة من قهوة باتت بفارس صفوة تدع الفتى ملكا يميل مصرعا والناي نرمي وبربط ذي بحه والصنج يبكى شجوه ان يوضعا وسمعه كسرى يوما ينشد فقال من هذا فقالوا اسروذ اي مغني العرب فانشد ارقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق فقال كسرى فسروا لنا ما قال فقالوا ذكر أنه سهر من غير سقم ولا عشق فقال كسرى إن كان سهر من غير سقم ولا عشق فهو لص ونختم أعزائي المشاهدين بالشاعر النابغة الجعدي وجميل شعره والنابغة هو عبد الله بن قيس من جعدة ابن كعب ابن ربيعة وإخوة جعدة عقيل وقشير والحريش وكان يكنى أبا ليلى وهو جاهلي اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانشده اتيت رسول الله اذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجره نيرا بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اين يا ابا ليلى؟ قال الى الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله وانشد ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه ان يكدرا ولا خير في جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما اورد الامر اصدرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضض الله فاك قال فبقي عمره لم تنقض له سن وكان معمرا ونادم المنذر ابا النعمان ابن المنذر وفي ذلك يقول تذكرت والذكرى تهيج على الفتى ومن حاجه المحزون ان يتذكرا ندماي عند المنذر بن محرق ارى اليوم منهم ظاهر الارض مقفرا رزقنا الله واياكم الفوز بالجنه بوافر فضله ومنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته